لا عمري ما اتجبست الحمد لله، ما اتكسرتش عمري. النهارده هتتكسر. حبيته سنين طغال وإليه القلب مال، وحلمت يكون معايا لو مهما العمر طال. أغنية كانت من قلبك. قدريني كنت عاشقة قلب عمره ما كان عاشقني، قدريني كنت شرية قلب كان همه يفارقني. حبيته سنين طوال وإليه القلب مال، وحلمت كتير بعينها تبقى لي في يوم منال. أتريني كنت عاشق قلب عمر ما كان عاشقني، أتريني كنت عاشق قلب كان همه يفارقني. ده دوام الحال محال ومنال طلعت خيال، كانت لحظة عذابي بالنسبة لها المنال. ميم نون، ميم نون اللي هي منال. حكايتها ايه؟ حكايتها دي كانت قصه من القصص كلها اللي مريت بيها في حياتي. يعني بقول لك انا ما كنتش اعرف اعيش من غير حب، على طول بحب. بس اللي انا اعرفه حبيت كل الحروف الابجديه على فكره، كل الحروف الابجديه. يعني عندي الميم وعندي السين وعندي كل حاجه. اللي انا اعرفه ان قصه ميم نون قصه حب فاشله صنعت منك ملحن. هي فجرت ناجح. الملحن فجرته تماما. يعني كان الفتره اللي هي دخلت فيها الجامعه دي كانت الوقت اللي هي سابتني فيه. اوكي. يعني احنا كنا في الثانويه العامه بنذاكر مع بعض، بنروح مدروس مع بعض، استمرت سنتين. فدي كانت اكبر قصه، دي كانت يمكن اول قصه يعني تقرب من الحقيقه شويه. بس دخلت الجامعه اتغيرت تماما. بعتك. ابعد تماما. يعني خلاص مفيش تليفونات مفيش اي حاجه. فجرت بقى عمرو مصطفى الملحن. كانت السنه اللي بعديها على طول اول سنه ليا في الجامعه اتعرفت على خالد تاج الدين، ومن هنا ابتدينا نلحن بعد ما فات الاوان وافترقنا من زمان. ولحنت لها ابعد وسيبني انا مش هلومك لو بعدت وغبت عني.